وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقه من مال وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد لله الا رفعه الله تعالى اخرجه مسلم. وقول ما نقصت صدقه من مال انما نفى النبي صلى الله عليه وسلم نقص المال بالصدقه لان الانسان قد يظن ان النقص هو النقص الحسي والحقيقه ان النقص هو النقص المعنوي. والأضرب لكم مثلا رجل عنده 100 ريال تصدق منها بعشرة كم صارت؟ 90 نقصت. إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد هذا لأنه يعني يعلم أنه لا بد أن ينقص العدد لكنه لم ينقص من حيث المعنى، وذلك أن الله تعالى ينزل البركة فيما بقي من المال ويعطي المال الآفات التي قد تحدث للمال نفسه أو لمالك المال. أرأيت لو كان عن الإنسان 100 ريال مثلا وأصيب بمرض واحتاج 100 للمعالجة ذهبت الماء أو لا؟ ذهبت الماء. فإذا تصدق بهذا الماء من هذا المال فإنه من أسباب وقايته أي وقاية ما يتلفه سواء كان في مرض الإنسان أو في مرض أهله أو في ضياع المال أو في سرقته أو ما أشبه ذلك. إذن ما نقصت صدقة من مال حسا أو معنى؟ معنى. طيب